بجدارة واستحقاق نال نادي عامودة بطاقة العبور إلى الدور النهائي لمنافسات دوري الدرجة الأولى المؤهل لأندية الدرجة الممتازة بكرة القدم قبل مرحلتين من نهاية منافسات مجموعة الحسكة. فبعد مباراة قوية تمكن نادي عامودة من الفوز على نادي الخابور من تلتمر بهدف نظيف سجله باهوز محمد في الشوط الأول، محققا فوزه الثالث على التوالي بمجموعة الحسكة للدرجة الأولى، وليرفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق 8 نقاط عن كل من ناديي الخابور والجزيرة اللذان فقدا كل أمل بالتأهل للدوري النهائي بعد أن خسرا مع نادي عامودة الذي تأهل رسميا إلى التجمع النهائي للدرجة الأولى والمؤهل للدرجة الممتازة.